أهم الأحزاب السياسية أعلنت مقاطعتها للانتخابات، وهو موقف يعود أساساً لرفض العملية برمتها، لأن التغييرات التي طرأت على المسار الانتخابي على أولاً في تركيبة الهيئة، نحن اليوم إزاء هيئة رئاسية، هيئة معينة من قبل رئيس الجمهورية، وقانون انتخاب أصدره رئيس الجمهورية دون العودة إلى أي طرف بغياب التشاركية، وأمام هيئة مشكوك في استقلاليتها، فإن الأحزاب الفاعلة وأغلب الأحزاب الفاعلة والقررت أو شخصيات أيضا التي كانت تنوي ربما ترشح كمستقلين قرروا مقاطعة الانتخابات القادمة التي لا ينظر إليها كموعد للتغيير، أولا بالنظر إلى الدستور الذي أقر نظاما رئاسيا لرئيس الجمهورية كل الصلاحيات والبرلمان، حتى وإن ولد في عملية سليمة وفي انتخابات شفافة وبهيئة مستقلة تماما عن كل الحساسيات السياسية، وتقوم بعملها في إدارة العملية الانتخابية بمنأى عن أي تدخل سياسي، وبقانون انتخابي يتضمن فعلا إصلاحات، لأنه مشكل من المشاكل التي كانت تشكو منها التجربة الديمقراطية وهو مشكل القانون الانتخابي. يعني حتى لو كانت العملية سليمة فإنه لا يرجى شيئا من البرلمان، لن يكون له أي دور استنادا إلى الدستور الذي أصدره رئيس الجمهورية. هل الانتخابات 17 ديسمبر هي موعد لكل الطبقة السياسية؟ هي ستكون آخر محطة في خريطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في ديسمبر 2021، ستكون موعد لمريدي ولمؤيدي الذين سيجدون المجال أمامهم للدخول إلى برلمان قادم، من المرجح أن يكون برلمانا مساندا ومواليا لرئيس الجمهورية، وهكذا تكتمل تقريبا السلطة في انتظار انتخابات المجالس المحلية، ونكون أمام سلطة بصوت واحد، سلطة تحت أمرة رئيس الجمهورية بشكل تام. لكن ماذا ستفعل هذه السلطة؟ ماذا فعل رئيس الجمهورية بكل هذه السلطات؟ ماذا فعل رئيس الجمهورية مع الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية ومع المشاكل التي تشكو منها المالية العمومية؟ هذه هي الأسئلة الموجهة لرئيس الجمهورية. تلاحظون اليوم العدد الكبير من التونسيين الذين يبحثون عن الهروب من البلاد، يتحدث زميلي عن انفجار اجتماعي وعن فوضى، وتتحدث إيمان أيضا وقلت أشرت إلى إمكانية تعيش البلاد تحت وطأة احتقان اجتماعي، ربما لا سيختلف عن ثورة اليساريين، سيختلف عن التحركات السابقة. في مرحلة أولى نلاحظ أن البلاد تعيش عملية هروب جماعية، بالنسبة للتونسيين الخلاص أصبح خلاصا فرديا، لأنهم منحوا ثقة لحزب إسلامي، ثم منحوا ثقة لحزب دستوري وحزب نداء تونس، ثم منحوا ثقة مرة أخرى في انتخابات 2019، ومنحوا ثقة لرئيس الجمهورية، لكن لم يتغير أي شيء. الخلاص لم يعد خلاصا جماعيا بالنسبة للتونسيين، ربما وفي جزء كبير منهم الخلاص فردي. الهروب اليوم من السفينة مثلما أشارت زميلتي إيمان، والبحث عن أفق خارج البلاد وفي الداخل. لو تطورت الأمور وبقينا في نفس التفاصيل التي يعيشها التونسيون كل يوم، فإننا ربما سنكون أمام مشهد لم نعهده من قبل، سنكون فعلا أمام فوضى. هل البلاد في هذا المناخ قادرة على تنظيم انتخابات؟ هل هذا المناخ نعيش مناخا انتخابيا فعليا؟ أبدا، شارع يتحرك معارضة تقول رئيس الجمهورية، من غير الممكن أن تكون في نفس الوقت منافس وتكون أنت من تحدد كل قوانين اللعبة، من غير المعقول أن تتم كل هذه التغييرات في قوانين الانتخابية، في القانون الانتخابي وفي الهيئة وفي غيره، دون أن تكون هناك أي تشاركية، وتطلب من البقية أن يشاركوا في هذه العملية، في هذه المسألة غير مطروحة بالنسبة إليهم. المقاطعة هي القرار الذي ارتأيه أغلبية على الأقل في الأخير لتجنب المشاركة في مهزلة تعيشها البلاد وممولة من المال العام تسمى انتخابات.